هذا الحضانة حق له واجب على بس سؤال حق شوف هاي المغالطة رقم واحد نعم. بالقانون واجب نعم واجب على الحاضر حق. والا تنت لا طيب هو الاب علي جبري هنا نقف بما يجول بخاطرها نعم انه قالت حق وهذا المغالطه هذا قانون انا اقول واجب الشرع يقول واجب تقول يا ست اسراء شنو مرجعكم انتم مرجعهم عاطفه دفاع عن الجنس زائدا ماكو عداله مجرده طيب استاذ نقطتين جوهريه خالفه الشرع الاسلامي ست اسراء لا حتى يعني حتى المشاهد حتى المشاهد يعرف ليش هذا الجدال نعم. احنا مرجعيتنا شنو كعرب مسلمين نعم. صراحه نعم. هل الغرب هو صح لو احنا هو الاسلام والشريعه الاسلاميه لا استاذ اذا قلنا توجه الست منال يونس مساواه طبعا انا عندي تحفظ على كلمه مساواه مو صحيحه والا الاسلام كله غلط كل الفقه الاسلامي مساواه بين الرجل والمراه 1400 سنه احنا كنا غلط الغرب الصح هاي واحد ماكو مساواه اكو تكامل ماكو طبعا. يعني اكو منطقه إليك انا ما اقدر انازعك بيها كامراه بالمقابل طيب هذا طيب حتى لا نروح الى لا بس اكيد نعم. عندهم زواج مع حضانه هاي ما موجوده بكل التشريعات العربيه الاسلاميه نعم زواج الام تقصد طبعا زواج كل الدول هنا عندنا هنا اذا الزوج الثاني شرعا لا يجوز إذا الزوج الثاني متعهد استاذ هذا مو صحيح أنا لا أفتح لكم المجال لكن لازم أتدخل استاذ اسمح لي الزوجة الأم إذا متعهد وهل التعهد هو كافي بحماية المحظون بالقانون كلمة تعهد سند القانون هذا التشريع بالقانون سندين هذا السند سند غربي لو إسلامي لو عربي بس هو سند مشرع قانون صار سنوات قرارات بالمحاكم مخالف للفقه الإسلامي بكافة المذاهب الإسلامية إيه بس نعم. بالقانون وإلى الآن إيه أجيب لك مرجع أهل السنة والجماعة ومرجع يعني كل المتفقين على أنه هذا لا يجوز حديث نبوي شريف أنت أحق قانون أحوال شخصية أستاذ وليد على يد حديث واضح ما أنطت هذا الحق للزوجة مريد الشعب دوليا يعني لكن أكو حديث للرسول أنت أحق ما لم تنكحي كيف يتم إثبات هذا الجريمة بعد ما صير هذا الجريمة اللي صارت هاي بعد هذا توابع الانحراف أنا جاي أحصد انحراف تحقيقات المحكمة هذا حصاد أستاذي حصاد عند يعني هل المشرع الإسلامي 1400 سنة خطأ أستاذي العزيز ترى هم لا تنسى أكو جرائم تصير بداخل البيت أستاذ هواي جرائم تحرش من قبل الأب ومن قبل الأخوات من قبل الأب على من على بنته على بناته المعقولة 50 عنده صدور أريد رد أستاذ أعطت حق سلطة تقديرية تفسير القاضي بالنسبة للحضانة ممكن يمدد 10 سنوات طيب بس لحظة أن تتزوج ست إسراء الحضانة لا ست إسراء أثارت نقطة أنه يقول لك الأب ممكن أيضا يعتدي على بنته طيب هو أين المنطق أين المنطق يعني بهاي الحالة لازم يعني الأم لازم يعني إحنا نخاف من أبوها ومنخاف من زوجها ما هو اعتداء زوج الأم بس يعتبر حالة شاذة يعني أنا أقدر أساوي زوج الأم بالعيب لا منطقيا هو منطقيا نروح للغرب لا نعم استاذ وليد عذرا ست اسراء يقيس على حاله شاذه حاله زوجي الام استاذ وليد زوجي الام اليوم عنده صلاحيات انه ياخذ الطفل وين ما كان يبات به وين ما يكون لكن الاب اذا اخذه راح يكون خاطف وهذا اللي بدنا نحكي عليه استاذ اكون انحراف اكو ظلم بالموضوع يعني زوج الام ياخذه يتبات يمه وعمره 14 15 سنه ومنع بشيء بينما الاب محروم انت لا حضرتك لا هو مو زوج الام ماخذها هي الحضانه يم الام يعني هي بايته يم امها يعني هي ما بايته يم زوج الام التعديلات اللي جرت على الماده 57 بس بحاله الام حتى الغرب انه تمنع انت الأم في حينها طبعا حتى طيب الغرب التعديلات احنا وصلنا لقيم شارفنا مجرده استاذ وليد شارفنا على الدقائق الاخيره من البرنامج اذا كان مو امين على المحظون يفقد الحضانه ويفقد حتى التعديل من وجهه نظركم قانون امن عام استاذ وليد التعديل القانون ما مانع الاب القانون ما مانع التعديل من وجهه نظركم استاذ وليد لا يبيت مانع التعديل من وجهه نظركم ماده 57 ايش تحتاج انا الافضل حتى التعديل اللي اثار ضجه العام الماضي كان صحيح لان هو التعديل رجعنا الماده 57 قبل التعديل وجهه نظري كقانوني الغي تعديل 78 86 87 ارجع على 57 وبدون اي تعديلات اشكال انا ما عندي مشكله نعم ست اسراء ماذا لو كان هنالك تعديل ترونه من جانبكم يضر بالام استاذ اي اكيد يضر بالام التعديل الجديد يضر بالام صحيح هو راح يرجع للقوانين القديمه بس هو اكو تعديلات جديده اكيد صارت على حالات معينه صارت بالقانون حالات شاذه دعاوي شاذه صارت يعني بالحضانه فهذا التعديل راح يصير ظلم يعني هو راح يصير بظلم حالات طلاق راح تزايد يعني اكبر